أصدرت مديرية الصيد البحري لولاية شلف بالتنسيق مع شركة تسيير موانئ الصيد البحري تعليمة تلزم كافة متعاملي الميناء من مجهزي السفن ووكلاء بيع السمك والبحارة بارتداء الكمامة من أجل الدخول إلى الميناء، وهذا ابتداء من تاريخ 14 ماي 2020. وأوضح البيان أن هذه التعليمات تدخل ضمن التدابير المتخذة من أجل مكافحة تفشي وباء كورونا كوفيد-19. يستمر تعليق النشاطات الرياضية إلى غاية 29 من مايو الحالي بسبب عدم تبدد مخاطر فيروس كورونا المميت. جاء ذلك الخميس في بيان نشرته وزارة الشباب والرياضة، وكانت الحكومة الجزائرية قد مددت فترة الحجر الصحي إلى غاية 29 من مايو الجاري، وهو سبب صدور هذا القرار الرياضي. وهكذا سيستمر منع تنظيم المنافسات الرياضية والتدريبات الميدانية والتربصات داخل الوطن وخارجه، وأيضا تبقى القاعات مغلقة. كشفت اللجنة الوزارية للفتوى الخميس عن كيفية أداء صلاة عيد الفطر المبارك في البيوت بعد تعذر أدائها في المساجد بسبب جائحة كورونا، وجاء في بيان للجنة أن صلاة العيد تصلى كما تصلى مع الإمام ركعتين وكبر في الأولى 7 تكبيرات بما فيها تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 6 تكبيرات بما فيها تكبيرة القيام. وأضاف البيان ويقرأ في كل ركعة الفاتحة مع سورة جهرا، ولا تشرع خطبة العيد في البيوت. وذكرت اللجنة الوزارية للفتوى أن صلاة العيد يبدأ وقتها بحل صلاة النافلة أي بعد شروق الشمس بنحو نصف ساعة ويمتد إلى الزوال. وكانت اللجنة الوزارية للفتوى قد أصدرت فتوى تفيد بجواز أداء صلاة العيد بالمنازل جماعة أو فرادى. كشفت وسائل إعلام فرنسية أن الجزائر أقدمت على استدعاء السفير الفرنسي خلال الأيام الأخيرة احتجاجا على صورة نشرتها قيادة الأركان الفرنسية على شبكات التواصل الاجتماعي تتضمن علم الجزائر والعلم الأمازيغي وكأنهما كيانين منفصلين. وقالت صحيفة لوبنيو الفرنسية إن الخارجية الجزائرية استدعت السفير الفرنسي للاحتجاج، كما أن قيادة الأركان الفرنسية سارعت إلى محو الصورة بعد الجدل الذي أحدثته وسحبتها من حسابها الرسمي على تويتر. الصورة التي أغضبت القيادة الجزائرية تضمنت إشارة طريق تتضمن اسم الجزائر والعلم الأمازيغي واسم منطقة القبائل، وكأن الأمر يتعلق بكيانين مختلفين، ما أثار ردود أفعال غاضبة. قال وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد الخميس إنه من غير المعقول في الجزائر المستقلة أن نضع 3 نساء في سرير واحد بمصالح التوليد لأن الأمر لا يحتاج أموالا. وكان بن بوزيد يتحدث خلال توقيع اتفاقية بين وزارته ووزارة العمل من أجل ضمان تكفل عيادات خاصة باستقبال الحوامل في فترة الولادة مع تكفل صناديق الضمان الاجتماعي بالتكاليف للمؤمن لهم اجتماعيا. وحسب بيان لوزارة العمل فقد أشرف وزير العمل يوسف عاشق والصحة عبد الرحمن بن بوزيد على مراسم إبرام الاتفاقية الأولى بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء وعدد من المؤسسات الاستشفائية الخاصة للتكفل بالولادة. وأشار وزير العمل في كلمة ألقاها بالمناسبة أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار تطبيق المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 مارس 2020، والتي تهدف إلى تدعيم سلسلة الاتفاقيات التي تم إبرامها من طرف قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مع مهني الصحة التابعين للقطاع الخاص على غرار مراكز تصفية الدم وجراحة القلب وكذا جهاز طبيب المعالج لفائدة المؤمنين لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم، حيث سيتمكن المؤمن لهم اجتماعيا من الحصول على خدمات صحية دون دفع تكاليف وذلك بواسطة نظام الدفع من قبل الغير. ومن جهته أكد بن بوزيد أن هذه الاتفاقية تعد بمثابة قفزة نوعية لتحسين التكفل بالولادات على مستوى التراب الوطني وتهدف إلى تحديد شروط وكيفية التكفل بالولادات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي في المؤسسات الاستشفائية الخاصة، ويتعلق الأمر بالمؤمن لهن اجتماعيا وزوجة المؤمن له اجتماعيا. أعلنت إدارة جريدة المنشار الإلكترونية الساخرة بالفرنسية في الجزائر عن توقفها عن الصدور في رسالة نشرتها على موقعها لتبلغ قراءها بأنها أكدت التوقف، وكتبت الجملة التالية: المنشار إنها النهاية، نلتقي في جزائر أفضل أو لا نلتقي أبدا. وعند فتح الموقع الذي سخر من الجميع ومن كل شيء يمكن قراءة إعلان الغلق: المنشار انتهى، نلتقي قريبا في جزائر أفضل أو لا. وتبع هذا الإعلان موجة من ردود الفعل، وتساءل عدد من المتصفحين
عما إذا كان سبب رقابة أم أنها مزحة جديدة بلا طعم. وأثر الإعلان عن توقفات الجريدة الساخرة الكثير من التساؤلات حول الأسباب التي دفعت إدارتها للتوقف، وهل الأمر يتعلق بضغوط تكون قد تعرضت لها أو أن الأمر يتعلق بمشاكل تخص الصحيفة نفسها. واليوم الخميس ردت الصحيفة الإلكترونية على صفحتها على موقع فيسبوك التي يتابعها 500 ألف شخص: لم نخضع لرقابة من السلطات أو الإغلاق. وقال إن مناخ قمع الحريات وسجن المواطنين بسبب نشاطهم على الشبكات الاجتماعية قادتنا إلى التفكير في المخاطر التي نواجهها. قاومنا لمدة 5 سنوات سنلتقي في جزائر أفضل حيث لا يوجد هذا الخوف. وقال مؤسس الموقع الساخر نزيم بايا: أنا أفكر بالفعل في إطلاق المنشار الجديد، سيكون مثل الجزائر الجديدة، يعني مشابهة للقديمة ولكن أسوأ. المنشار الذي شعاره بالمناشير نغير العالم يقدم نفسه على أنه موقع لمعلومات كاذبة وسخيفة تماما تهدف لاستكشاف مجال العبث. وأوضح الموقع أن المقالات المنشورة لا تشير إلى أحداث واقعية بل فقط إلى أحداث ممكنة. أجرى وزير الداخلية وجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود زيارة عمل وتفقد رفقة والي الجزائر والمدير العام للحماية المدنية لمقر المديرية والوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية الجزائر، حيث وقف على استعداد الأعوان وكافة القيادة المحلية لولاية الجزائر على جاهزيتهم في تأدية مهامهم النبيلة في هذا الظرف الاستثنائي في مواجهة كوفيد-19، وكذا ما مدى استعدادهم لموسم الاستياف لسنة 2020. الوزير قام على إثر هذه الزيارة بإلقاء كلمة موجهة لأعوان الحماية المدنية، حيث تقدم بتحية تقدير لكافة منتسبي سلك الحماية المدنية على المجهودات الجبارة التي يقدمها الأعوان في خدمة الوطن والمواطن. كما شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على الاحترافية والتزام أعوان الحماية المدنية في تأدية الرسالة النبيلة والتي تكون إلا بالاستعداد الفطري والتكوين التقني على مستوى مدارس الحماية المدنية التي وفقت في اختيار أعوان وإطارات وطننا الغالي، حيث برهن أعوان الحماية المدنية على جاهزيتهم واحترافيتهم وما يميزهم من تقديم التضحية وإنكار الذات لا سيما عند اشتداد الأزمات. وختم السيد الوزير كلمته بتجديد الشكر والتقدير لكافة الأعوان والقيادة على الالتزام المهني الدائم والمتجدد للحفاظ على سلامة الأرواح والمساهمة في استقرار وتطوير الوضع الصحي الحمائي والوقائي، كما دعا الجميع إلى بذل المزيد من العناية في مواجهة الأخطار المتجددة ومواصلة دعم ومرافقة كافة مصالح الدولة في أداء مهامها، مؤكدا دعمه المتواصل لمؤسسات الحماية المدنية. قال مدير شركة سانوفي الفرنسية العالمية لصناعة الأدوية بول هيدسون: سنوفر لقاح كوفيد-19 عند التوصل إليه للولايات المتحدة الأمريكية أولا لأنها تدعم بحوثنا، وإذا أراد الأوروبيون الأولوية معها فليدفعوا. واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن اللقاح المحتمل لوباء كوفيد-19 لا يجب أن يخضع لقوانين السوق، وذلك بعدما أعلنت مجموعة سانوفي للأدوية أنها ستمنح الأولوية لأمريكا في حال نجحت في تطوير اللقاح وفق ما أعلنت عنه الرئاسة الفرنسية الخميس. وقال قصر الإليزي إن تصريحات المجموعة أثارت صدمة كل الذين يعملون على مكافحة الفيروس، من بينهم الرئيس الذي سيلتقي مسؤولين من صنوفي مطلع الأسبوع المقبل. وأضاف: الجهود المبذولة في الأشهر الأخيرة تبين أنه من الضروري أن يكون هذا اللقاح سلعة عامة عالمية وأن لا يخضع لقوانين السوق، مشددا على أهمية الحفاظ على الجهود الكبيرة والمتعددة للتوصل إلى بناء مع جهات فعالة متعددة الأطراف استجابة مشتركة ومنسقة للوباء. وأشار الإليزي إلى أن ماكرون سيتحدث مطلع الأسبوع المقبل مع مسؤولين في المجموعة العملاقة، مضيفا أنه من المهم مواصلة التقدم مع سانوفي في وقت سابق. وأكد رئيس الوزراء إدوار فيليب الذي تواصل اليوم أيضا مع رئيس مجلس إدارة سانوفي أن الوصول العادل للجميع إلى اللقاح أمر غير قابل للتفاوض. وأثارت المجموعة جدلا الأربعاء عندما أعلنت أنها ستعطي الأولوية في توسيع اللقاحات للولايات المتحدة الأمريكية لأن هذه الأخيرة استثمرت ماليا لدعم أبحاث الشركة. ودعت سانوفي الخميس الاتحاد الأوروبي إلى تحمل مسؤولياته عبر مطالبته بأن يكون فعالا بقدر فعالية الولايات المتحدة. ووسط هذا الجدل خرج فرع سانوفي الفرنسي عن صمته الخميس وغض الجدل على اللسان رئيسه الذي قال إن شركة سانوفي للأدوية لن ترسل إلى الولايات المتحدة أولا لقاحا محتملا ضد كوفيد-19 إذا لعب الاتحاد الأوروبي دورا فعالا
كالذي تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية لتطوير اللقاح. وأضاف رئيس سانوفي فرانس أوليفي على قناة BFMTV: الأمريكيون يلعبون دورا فعالا في الوقت الحالي، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يكون فعالا أيضا في مساعدتنا على توفير هذا اللقاح بسرعة كبيرة. الآن فقد فهمنا لماذا المثل الإنجليزي يقول: لو كانت أوروبا منزلا لكانت بريطانيا بهوا وإيطاليا مطبخا ولكانت فرنسا مرحاضة. We'll be right back.